بيني وبينك حبيت طبخه لمراد أكتر من إبراهيم، وأنا كمان حبيت بس ما حبيت أحكي كمان. إيه معك حق، حدا يزعل بالنهاية هن الاثنين بيضلوا رفقاتي وما بدي أحدا يزعل. فضل صحة. حنقسلك كابتن شبك، لا تخاف، المخلوقة راحت على الحمام وهلأ راجعة، ما هربت أبدا، يعني على الأقل بشكل مؤقت. بس أنا ما عم دور عليها. إيه خلص، أنا فكرتك عم تدور عليها وقلت لحالي إنه ممكن إلك وينها. أنا مثلك ما ارتحت له لهالشب، ما حسيته نظيف بنوب ولا مهضوم. وماني حابة إنه يكمل هو وحياة، حاسة إنه في شي غلط بالموضوع، وأنا شايفة إنه حياة مخدوعة فيه ومو كاشفته بنوب، بس ما بعرف ليش. شو قصدك تقولي أنت؟ مثل ما حكينا، البنت جذابة كتير وحلوة وغبية، والزلمة باين عليه حدا مانو منيح بالمرة، مو هيك؟ يعني البنت عم تروح من إيدينا هلأ، ولازم نعمل شي بسرعة، لازم نحكي معها حتى نتأكد إنه البنت اقتنعت وما فات الأوان. Now or never مراد. Now or never. Okay. Okay. ما عم بفهم كيف أعصابه باردة هيك. توقعته يسحب سكين على إبراهيم بس ما تحرك. لك هالإنسان من شو مجبول؟ غباءه رح يجنني. لا تنهاري حياة، اوعك، الخسارة ممنوعة، خليكي مثل ما انتي قوية. يي شو انت هون من زمان؟ ايه كنت ناطرك. ليش بقى؟ انا بدي احكي معك، اسمعيني. آسفة بس لازم أرجع فورا على الحفلة، تعرف إبراهيم لهلأ بعده ناطر مني جواب. ما في تروحي. ليش لحتى ما روح؟ لأنه أنا هيك بدي. يعني بأي صفة؟ والله بما أنه هلأ نحن برات الشركة فأنا حرة اللي بدي إياه بسعوي. حياة اسمعي، ما رح أعيد حكي، ما في تطلعي لبرا، رح تجي معي. ما رح رد عليك ورح روح. بالله شو انت ما بتعرفي مع مين علقاني لكن. اتركني مراد، انا ما بدي اطلع معك. صرخي قد ما بدك، ما رح اتركك. نزلني. وقفيني اذا بتقدري كمان. لك مراد شو عم تعمل؟ انت ظاهر جنيت، لوين اخذني طيب؟ ايه عن جد انا جنيت وانت السبب. لك مراد نزلني بقى.